هي شخصية مجنونة تماما اكتر مني يعني في الحقيقة. هي بتشتغل ميك اب ارتست، بتعمل سبيشال افكتس، دي شغلتها، كانت بتعلمها بره وراجعة وبتعمل سبيشال، بتغير في الوش، بتغير في الشكل ومطرقة تمام يعني ضايعة يعني يعني وحتى يبان في لبسها، يبان في طريقة شعرها، لبس كله يعني ميك اب تقيل، ولبس كله بقى حلقان كتير وتاتوز يعني كده يعني. آسر هو اكتر يعني، هو صديقي في مش عايزه ابوظ يعني، بس يعني كلهم ونيلي برضو معنا، احنا مع بعض يعني، احنا كلنا احتمال بقى، استنى ما نشوف بقى. احنا لسه ما بدأناش تصوير يا جماعه، انتوا عايزين تعرفوا القصه من دلوقتي، لسه يعني هيبان مين بقى اللي بيعمل ايه في مين وايه اللي بيحصل وكده، دي يعني قدام شويه لما نبدا تصوير هبقول لك. المفروض اخر الشهر يعني. دايما استاذه كامله بتحب تصور لوكيشنز حقيقيه، فاكيد هيبقى لوكيشنز حقيقيه في اماكن، لوكيشنز كتير بس مش سفر يعني.